قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. المعاصي السبب لهوان العبد، يعني الاحتقار والصغار والشيء المهين الذي لا قيمة له ويستقبح منه. فالمعاصي تجعل صاحبها لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، وإن كان يعني ثمينا عند ربه سبحانه وتعالى. مثلا اليد لو قطعت كم ديتها؟ كم ديتها؟ اعتدى شخص على آخر وقطع يده، كم ديتها؟ 50 ناقة. لو أنه سرق ما يساوي ربع دينار، ربع دينار، هنا لما سرق ما يساوي ربع دينار من 50، من 50 ناقة نزلت إلى ربع دينار فصاعدا، تقطع يده. وما أحسن ما قال بعضهم: يد ب50 مئين عسجد وديت، عسجد ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. قال بعضهم: لما خانت هانت، لما خانت اليد هانت. قال بعضهم: قل للمعري عار أيما عار، إلى أن قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما كانت خائنة كانت هينة. طيب، الإنسان الآن لو أنه جاء إلى شخص يريد كريمته، قال: جئت وأتيت للأمور من أبوابها، أريد ابنتك، أريد أختك، أريد، على كل، ماذا يقول له؟ أهلا وسهلا، وأدخله البيت، وأطعمه من طعامه، وسقاه من شرابه، أكرمه. لكن لو رآه ينظر إلى كريمته من نافذة أو من شجاج، ماذا يعمل به؟ أخذ البندقية وربما نقف رأسه، صح ولا لا؟ طيب، ومع أنه يعني في هذا الحال هو يريد أن يتزوج، لكن أتى للأمور من أبوابها. العين كم ثمنها؟ كاليد، 50 ناقة. لو أن شخصا بنظرة جعل ينظر ويتتبع العورات، ماذا تصنع به؟ خذ سكينا وأخرج عينه. طيب، كم تدفع؟ ولا ريال. لماذا؟ لأنها خائنة. قال النبي: وقد نظر إلى رجل ينظر من خلل الباب، لو أعلم أنك تنظر وكان يحك رأسه بحديدة بمدراء لطعنت به في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من اطلع على قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. سبحان الله، حل لهم أن يفقأوا عينه. الإنسان ديته 100 ناقة، لكن لو أنه زنى وارتكب الحرام
وكان قد أحصن يرجم ويهان غاية الهوان غاية الهوان. ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة. قال رحمه الله: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. سبحان الله، لو أن رب العالمين، نعم هنا ذكرها، قال الحسن، قال الحسن البصري الإمام رحمه الله الحسن ابن يسار، قال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. فمن عصى الله فهو هين على الله، ومن أطاع الله فهو عزيز على الله. قال الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومن أسمائه العزيز. قال الله جل وعلا: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالعزة تكون بطاعة الله، والذلة تكون بمعصية الله جل وعلا. قال: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. سبحان الله. إذن الذي يقع في الذنوب والمعاصي هين على الله، والناس يستخدمون هذه العبارة هين. ما معنى هين؟ ما معنى هين؟ ليس له شرف، ليس له قدر، ليس له وزن، ليس له مقدار. وهكذا الذي يقع في معصية الله جل وعلا. إذن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. أناس عباقرة، أغنياء، أقوياء، حكماء، يعني عندهم ما عندهم، سقطوا. سقطوا. انظروا مثلا إلى أبي جهل وأبي لهب والعاص بن وائل وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة. الواحد منهم رجل يمتلك ما يمتلك، لكنه لما عصى هان وصار يسحب كالجيف ويلقى إلى يعني أماكن حتى يغطى إلى يعني بئر، إلى القليب. قال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. انظر ما أجمل هذا الكلام. الآن الذنب يرتكب ذنب وراء ذنب، فيستسهل صاحبه ويصغر في قلبه، فإذا حصل ذلك حصل الهلاك، حصل الهلاك. مر معنا: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، الذي
عصيته هو الله جل وعلا. الكلام لبلال بن سعد، قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. إبليس لعنه الله وطرد بسبب أنه امتنع عن سجدة لآدم عليه السلام، أبى أن يسجد فلعنه الله وطرده الله. الفضيل بن عياض هنا كما مر معنا في صفحة 81 قال: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله، يكون صغيرا. والأحاديث التي مرت معنا، قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات. إياكم ومحقرات الذنوب. انتبه، قال الشاعر: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الجبال من الحصى. احذر، احذر غاية الحذر. ضرب النبي مثلا، قال: كمثل قوم نزلوا منزلا فأرادوا أن يصنعوا لهم طعاما فانطلقوا يجمعون الحطب، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا فأنضجوا طعامهم. وكذلك المحقرات، إذا اجتمعن بالعبد أوصلنه ودخل النار والعياذ بالله عز وجل. وهنا ذكر أن الله أوحى إلى موسى وهو من الإسرائيليات: إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. إبليس ومن إبليس، لقد عصي فما ضر وأطيع فما نفع. وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح. قال: وقد ذكر البخاري في صحيحه رحمه الله عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. نريد كلام الحافظ رحمه الله. ابن مسعود من فقهاء الصحابة وعلمائهم، يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، يعني رجل تحت جبل، الجبل هذا يظهر عليه التشقق، يخاف أن يسقط الجبل عليه، يخاف. وهكذا الذنوب. أما الفاجر أو المنافق فحاله مع الذنب كحال ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وطار، يعني بمعنى لم يكترث ولم يهتم، ويعني تساهل. ولهذا بعضنا يتساهل والله في بعض الذنوب، في نظرة، في سماع، في غيبة، في نميمة، في أكل حرام، في إلى آخره.
فلنتق الله جل وعلا. ومن أخلص نيته وأطاب كسرته فقد أفلح. الكسرة الطعام الذي يأكله. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه الجبل. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يريد أن يحاسب الله إذا ابتلاه الله. ليش؟ لماذا؟ فلان أكثر ذنبا مني. لا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فعليك أن تسعى لإنقاذ نفسك. وربما عندك من الذنوب ولو لم يكن إلا هذا الذنب لكنت جديرا بالعقوبة، لأن الله لا يسأل عما يفعل، وهو يسألنا سبحانه وتعالى. يعني نقله بالمعنى هنا برقم 5949، وما نقله الحافظ رحمه الله بالمعنى. قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. يعني هنا في أصل، هنا قاعد، يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وقال ابن شهاب: بيده فوق أنفه، ثم قال: لله أفرح، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. شؤم الذنوب. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة، يعني طائر طويل العنق، لتموت في وكرها من ظلم الظالم، أي في بيتها. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها، حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. إذن المعصية لها شؤم. وغيره من المخلوقات تتأذى ويعود شؤم المعاصي عليها بسبب ذنوب بني آدم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، الفساد في البر وفي البحر، والسبب هي ذنوب الناس. إلهنا بارك الله فيك.